اختار بعض الأمريكيين أسلوبا جديدا في العمل يسمى الاستقالة الصامتة، يضعون من خلاله ضوابط على وتيرة نشاطهم المهني بما يشمل تحديد ساعات العمل الأسبوعية ورفض تلقي اتصالات ورسائل خلال المساء للتخلص من الضغوط المتأتية من مستلزمات الاستنفار الوظيفي الدائم. وقصة عبارة كيت كيتينغ أو الاستقالة الصامتة التي انتشرت على نطاق واسع تعود إلى منشور ظهر للمرة الأولى على تيك توك في يوليوز الماضي، وشرح المستخدم هذا المفهوم فكتب: تستمر في القيام بعملك لكنك لا تعود منتميا إلى عقلية إنهاك نفسك من أجل الوظيفة، والتي تقوم على أن الوظيفة يجب أن تكون حياتك، والحقيقة أن الوظيفة ليست كذلك، وقيمتك كشخص لا يحددها عمله. ولقي هذا المنشور حينها نجاحا ضخما، ونشرت العديد من مقالات الرأي التي سعى كتابها لتحليل هذه الظاهرة، وما لبث الموضوع أن أثار جدلا تمحور حول عدد من الأسئلة، ومنها مثلا: هل من يلجؤون إلى الاستقالة الصامتة يحاولون فقط حماية توازنهم، وهي فكرة نابعة من نمط الحياة الأوروبي أكثر مما هي قائمة على أسلوب الحياة الأمريكي، أم أن هؤلاء ليسوا سوى كسالى يموبهون قلة همتهم ويجملونها بمسمى على الموضة، وهل هم على شفير الإنهاك ويجب أن يسارعوا إلى الاستقالة الفعلية التامة؟ وتظهر البيانات المتاحة أن ثمة حاجة فعلا إلى توازن أفضل. معهد جالوب لاحظ في استطلاع أجراه أن نسبة من يعانون من إرهاق العمل ارتفعت من 38% من المشمولين بالاستطلاع عام 2019 إلى 43% في السنة الموالية حين تسببت جائحة كوفيد-19 في إحداث تحولات كبيرة في عالم العمل. وكانت الدينامية مماثلة وراء ما سمي الاستقالة الكبرى، أي موجة عدد من الموظفين الذين استقالوا وانتقلوا إلى وظائف في مؤسسات أخرى في الآونة الأخيرة. ويؤكد الكثير ممن لجأوا إلى الاستقالة الصامتة أنهم على استعداد تام للعمل الشاق، ولكن فقط خلال ساعات العمل. ويشكك بعض المراقبين في ذلك، ويذكرون بأن ظاهرة الموظفين الذين يرفضون العمل دقيقة إضافية بعد دوامهم ليست جديدة، بل كانت دائما موجودة. وتنتقد مؤسسة الموقع الإخباري الأمريكي هافينغتون بوست هذه الظاهرة مشددة على أن أحد جوانب الحياة الفرحة، وأن تجنب الإرهاق ينبغي ألا يتجاهل احتمال أن يكون عمل الشخص مصدر فرح له.